اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقه رقم 25 من الوك ثرو لجاد فور راجناروك. معكم جيمي، يلا نبدا الحلقه هاي والحلقه الماضيه. بلشنا نستكشف بفاناهايم، خلصنا السايد كويست تبع السبيريت المريضه. احنا موجودين هون، هلا بدنا نلف من هون على الشمال. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true. احنا فتنا من هون. الجزيرة اللي على اليمين خلصناها، الجزيرة اللي على الشمال خلصناها. هذا على اليمين كله دن، وهاي خلصت. سوري معلش انا اسف. فالمكان هذا كلياته دن، مو ضايل فيه اشي. وهذا كان اول سايد كويست هون الجزيره اللي قبالنا، اول سايد كويست عملناه كان هناك. هلا بنكمل طرينا من هون. هذول الشغلات طبعا بعطوك هيك سيلفر، فكسرهم مو غلط. زي ما شايفين هون في عنا اودين ريفن، بس هاد نكسره من الجهه هذيك اللي فوق. نكسره، قال نقتله من فوق. نيجي هون، سوري، هناك ستريت في عنا بلود او الاشي الازرق تبع ايجدراسيل، برضو اخذناه في الحلقة اللي فاتت. وبعد ما ناخده المفروض نوصل على هذا المكان. هلا هذا المكان صف هون، في عنا ميستيك جيت واي، صندوق الخير. اوكي احنا لقينا قطعة واحدة من لونداز ارمر. اوكي قطعة اللي هي ويست، كانت مش اللوست، كان خربان هو. وينه؟ اعتقد هذا هو، ولا لازم ألمه كله عشان أقدر أعمله؟ اعتقد هو هذا، لأني لعب الجيم مرة ثانية فهو أوريدي معاي. مش متأكد من هاي المعلومة صراحة، بس أنا مش متذكر شو اللي أخذناه، هو الويست ولا التشيست ولا كذا، مش عارف. اخذنا الجول اوف ايجدراسيل في الحلقه الماضيه من الجندر تشيست، فهلا بامكان نعملها بجريد. فهلا صار بصير عندنا 3 سوكيتس ممكن نلبسهم. انا متت بالمناسبه، فخلينا نعمل ريزركشن ستون، سوبيريور ريزركشن ستون. معي واحد ما متت انا. اوكي ليش نفكر حالي متت؟ تمام. هلا في عندك هاي الورده، ضربها. ليش؟ لانه هون في سحليه من النوع اللي بيختفي، واضرب الورده بتموت. خذ اللوت لوت لوت، هاي اخذناه من السحليه اللي بتختفي. اوكي هذاك الريفن اللي مرقنا من عنده قبل شوي، زي ما حكيت حاليا ما مش حنقدر. هلا هون في وحده من تعون نورنير تشيست، بس بصراحة مش متذكر شو الرون اللي لازم يكون موجود. اعتقد احساسي قلبي بيقول لي انه هذا، فهلا بنروح نشوف شو هو. اذا مش هو بنرجع له. فمن هون روح على الضفة الاخرى، هون راح يكون في عنا شوية اعداء. نقتل الاعداء بعدين ناخذ باقي الخير. قتلنا الاعداء. هلا هون في عنا كمان سايد كويست.
عشان الوقت عم بختصر الحكي. سلاي ذا الاشي فاناتكس، راح نقتلهم از وي جو. هاي هم مكانهم. هذا كويست فريا، هذا كويست السادي كويست هذا اللي ماخذينه احنا هلا، هذا الاورب. فزي ما شايفين الكوستات كلها موزعة. فمن هون راح نبلش فيهم رسميا. شوفي ولد، لو تيجي هون اي النور نير تشيست. والله اول واحد كان مظبوط، هذا الرون هذا الشكل مظبوط، برافو عليك والله اني شجاع. تعال هون ضرب هاي. احرق فاير ما ولعت. اوكي تعال من هو عشان تشوف احسن. هاي هون، هاي خطأ، هاي هون، هاي هون، هاي هون برضو خطأ. مش عارف زيك بتجيبها ولا لا بس بنجرب. ما بتجيبها. طخي هون، طخي هون. اوكي تمام، هلا في عنا ار و اف، فهي بدها تكون يا ار يا اف، هيك محطوط على ان. هينا جبناها. اوكي تكون ضايل وحدة. فمن هون خذ هذا اللوت وخذ اللوت اللي هون، بس ما في لوت تاني. هلا من هون بدنا نطلع لفوق عشان الاشي الثالث موجود فوق. عشان تطلع فوق بدك تيجي من هون. اوكي جمب اكروس، جمب اكروس، افتح هاي الشورت كت، نط هناك، ضايلنا حرف الاف. طلع هناك، هيها اضرب. مو شرط تشوف شو هي بس مجرد ما طفت راح يطلع الصوت. هيك فتحنا الصندوق، بدنا نطخ هذا الاشي. اوكي ساي مش من هون نروح لها احنا اني واي. كان وي جد افتح هذا الصندوق. والله يا فيا ما بوعدك لانه المكان بعيد، خلينا اجرب. والله ويكان ويكان، ليش لا؟ اضرب هاي هون، اضرب هاي هون، اضرب هاي هون، اضرب هيك 100% ويكان. هيك فتحنا كمان شورت كات. قبل ما ننزل على النورنير تشيست تعال هون. هلا هون انتبه لانه في نباتات بتفقع، في منها اكثر من وحده. في وحده هون، في كمان واحدة هون. اوكي ثلاث. خذ الصندوق. هاي كمان ارمر. هلا بالنسبة لهاي هنا في لوت. I believe هاي بس من الجهة الثانية بفتحها. هاد بيجي من الجهة الثانية. اوكي خلصنا هيك. نزل لتحت، لا بدنا ننزل تحت لو سمحت. خذ النورنير تشيست لا تنسى.
بعطينا هورن. هيك صار معنا 3 من 3 ونعملها بجريد. نكست تايم بدنا 4 من هون، نطلع لفوق. So, what's it like being back? Like I haven't come back at all. Everything's changed. I'm a stranger here. لا انت صاحبة مكان يا فريا. ولو تعال هون نستخدم الماجيك تاع فريا. قبل هيك طلع على هاي ضرب اشحن لك هاي اللوت رو هاي. يلا احكي الرون. طيب ايش اللي راح يصير؟ فتح لنا باب او فتح لنا طريق. فمن هون لا بدنا نرجع على القارب ونروح هذيك المكان. المكان هذا كتير كبير، واذا كان كل اشي عندي فاتح بدي 5 حلقات لاخلصها، يمكن اكتر، بس حاليا مش كل اشي فاتح. فاعتقد اخذت نص حلقة المرة الماضية وهاي حلقة كاملة، ويمكن تاخذ كمان حلقة بعديها، او اكيد راح تاخذ كمان حلقة بعديها. فمينيمم 3 حلقات اكسبلورينج فانهايم، لانه هي اكبر ماب موجودة في الجيم فعليا. هذا اللوت والخير هذا كله راح نجي بس من جهة اخرى. جاديس فولز هون صار العروس تبع فريا، هون اتجوزت. هاي ابتعدوا عني بعصب بس. ما ضل حدا، قضينا عليهم صح؟ الموسيقى شغالة فهل ضل حد؟ مش المفروض. وانا في هيلينج ستون في جنب لوت. هلا الحلقه الماضيه اخذنا تريجر ماب، تريجر ماب اسمها اندر ذا رينبو. اوكي هاي اعتقد مكانه هناك سموير هون. هلا بس نطلع بنشوف. على كل حال من هون بدنا نطلع لفوق شعبط. Only a hunch. He showed me who he really was. Odin asked me to cast a protection spell on him. The one I used on my son. But the way it drove our boy mad, I refused. He was furious. Throwing every object he could find, destroyed the room. There was only coldness after that. I tried to make it work, but... No one could have lived like that, Your Majesty. خذ هذا اللور. فهي اذا انتبهتوا جوزت اودن، ولما تجوزوا تركته. ليش تركته؟ لانه طلب منها انه تعمل عليه بروتكشن سبيل، سبيل للحمايه. اوكي فهاي السبيل هي عملتها على ابنها. اوكي وابنها بالدور بس عملتها انجن انهبل، لانه بطل يموت، بطل ياكل دمج، بطل يحس باي مشاعر. فما بدهاش كانت تعمل نفس الاشي لأودن، فأودن حرد زعل منها وبطل يحكي معها. و شو اسمه حبسها لأنها ما ردتش عليه، فبين حقيقته زي ما تحكوا. كمل لفوق
هون في عنا اودن ايز. اودن اي هي اي واحدة مش ايز. شوف المكان اللي بيمشي منه ستريت. هلا شوفه هو نازل مثلا هون، تضربه هون خليه يرجع. اضرب هاي 18. نيكست تايم بنروح عشان نفتح الصندوق. الماب اللي حكيت عنها هيها اندر ذا رينبو. هاي اخذنا هذا اللوت. هون كان في سطل ما شفته فاحنا راجعين بناخده اذا تذكرت. هون في عندنا كمان نور نير تشيست. في عندك هاي اوكي، اخذنا اللوت. هذا رجعنا محل ما كنا صح؟ مزبوط. اوكي نور نير تشيست، بدنا نولع الاشياء. ما اعتقدش هاي بتجيب بس نجرب. الاول دن جمب اكروس، الثاني هيها فوق. هاي ما بتجيب، هاي بتجيب، هاي بتجيب. هيك جابتها. طخون طخون هيك تقاطعوا. باي ارفع لفوق شوي. برضو لا. طب ايش بصير لو كبرت هاي؟ طخيت هون كبرتها كمان شوي. برضو لا. اوكي هيا زبطت زبطت. توقف هون اضرب هون. المهم زبطت بغض النظر كيف. صدفة سحر عن جد، قصدها مش قصدها زبطت. خذ هذا الصندوق. هاي هاي مش بحاجة. هيك بنكون اخذنا النورنير تشيست. هاي راح تعطينا يدون ابل. اوكي واحد من اربعة زي ما انتم شايفين. عشان يصير عندنا الفول ابجريد ضايل علينا 8. تعال هون احنا قاعدين نعمله هون. هذا الكويست لاين تبع فريا ماشيين معه. يعني لو تفتح الماب هون هذا ما شايفين فريز ميسنج بيس. عشان ناخذ هذول الكوستات احنا بدنا نمشي بكوست فريا، بس راح يخلينا نلف هيك من هون بنعمل نص دائره ونرجع لهذا المكان. فما تفكرش انه راح عليك شيء او مش قادر توصل. وانا مع انك تمشي بهدول الكوستات عشان تلفل، لانه الاماكن الثانية فعليا اصعب. هلا هون عنا فايتس. زي ما شايفين في كمان واحد من الانشنت. هاد زي ما قتلنا الاول بنقتل هاد. انعمل ولكن بعيد عني.
لا عاد برضه مات. يلا اوكي بسيط. خذ الليل. قتلني هيلث واحد مش معقول قتلني. هاي لور مية عليه هيلث واحد تبني لك اذا انا. خذ اللوت اللي ينزل منه. It used to be sacred. Now it sits abandoned, vandalized. Hopefully the objects I'm looking for are still here. كانك تجمد هاي. خذ اللوت. هاي كمان تريجر ماب شيء اسمه جاينت توز. أصابع الجاينت. بس هاي مكانها مش هون فعليا. وانا في لور خدو. اوكي طريقنا من هون بس نحاول نفجر الوردة هذيك عشان ما تضايقنا بس صعب شوي. مش قصدي سوري. طخي طخي يا بنت الناس طخي. اوكي هاي اول واحدة راحت كسر هاي. ثانية من الجهة الثانية. اعتقد هنا ممكن يكون في عندهم لوت انا مش متذكر بس could be. ما في لوت عند هاي. هون في صندوق. اوكي that's it من هون. اوكي anyway ما بدي. هون في سطل خذو. هاي الثانية اللي هي هاي تكسرها من هون. هون فتحنا ذاك الطريق. نتابع زي ما حكيت انتبه من الوردة هاي مش من هون بتنكسر مش من هون بتموت لقدام شوي. مكانها هون فعليا. اقتل هاي بالاول بعدين اقتل الباقي. مع الوست انا كثير بفضل استخدم الافتر سونيك لانه مجرد ما ضربتها الثلاثة راح يموتوا تلقائي. هاي الثالث ما في فولو اب ضربة تضربها عليهم. اضرب هاي. اوكي في لور. تمام هون في عندنا صندوق. هذا الصندوق راح ناخذه من كمان شوي لازم نفتح له طريق. اوكي هيك بكونوا ماتوا. وجوا واخد لوت. صرنا جايبين 3 من 6 ارتفاكت تحت فاميلي كريست. هلا هون الانميز في عندهم الاشي اللي بيهيلهم اذا انا مش غلطان فبدنا ندور عليه.
ولا مش هون في اللي بعديها. ارجوك تعمل احرق هاي. اضرب هاي. وارجع لورا. هيك الجندري تشيست اللي هون بكون فتح. اوكي. اللوت. رامبيج اوف ذا فيوريز. لايت اتاك للاكس. سوري لهذا. للبليدز. فيري جود اتاك. هذا بيور دامج. ممكن البسه عشان اورجيكم كيف بيشتغل. مو غلط. طبعا انا من زمان ما عملت ابجريد، زمان ما غيرت اللاوعي، زمان ما عملت شيء. انت جوا هيك دائما بدك اياه. انا مش كثير متابع الموضوع حاليا. اكسر هاي. هذولا زي ما شايفين من النوع اللي بهيل. يعني نغير اللوجون. شوفوا هاي بدك تضلك تكبس ار 1 عشان تضرب معك. بدك تخلص الكوست عشان نرجع نكمل الشيء اللي بنعمله. تعال هون. هاي الايتم الاولى اللي محتاج. هاي الايتم الاولى اللي لسه رابطها في اودن. تبدا تاخذ ثلاثه زي ما حكينا. لازم تدمرهم عشان تعتبر حالها مطلقه. خذ هذا اللوت. So I wouldn't forget home. But after the birth of my son. هاي دائما اللوت بنزل تحت اجرك. اوكي. بتذكر هي هذا الاشي لاني شفته. تعال هون استخدم الرون. فوق لتحت. هيك لقينا نص الكلمة. بدنا نجيب الكلمة الثانية موجودة هناك. احرق هاد. خذ اللوت. Perhaps what you see cannot be found in a circlet. You may be right. اوكي طلع تحت. هون راح يكون عندنا ست جديدة من الأعداء. ضلك هيك بسار 1 وانت بتضربها. شايفين هاي بيور اللي بتعمل دمج. ما عملت بيلد اب للفاير. Nicely done. Okay. قتلنا. بدينا نروح هناك. حتحكي لك مش عارف اقراها لسه، الكلمه مش كامله.
فبدنا نطلع فوق. وصلنا على 30 دقيقة، بدنا نروح نكمل فوق، بس هذا الحكي إن شاء الله بنعمله في الحلقة اللي جاي. فلحد هون كان معكم جيمي، لو عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب، لو عندكم أي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس، بشوفكم في الحلقة اللي جاي، سلام.